والطهارة هي لحم الحج لإزالة القدم، ما يساعد الطهارة هي الماء أو التراب أو الحجر أو الدم، كيف تطهر النجاسة إزالتها وخصها بالماء، ما يتبعون الطهارة زيادة طهارة الحدث إزالتها بالوضوء أو التيمم أو الغسل مع عمل المياه. المياه أقسام مياه أربعة، الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خالده طهارة، الماء الذي وقعت فيه النجاسة.